مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا فكاين واحد الازدحام في الشوارع وكذلك في الطريق ديال السيارات، يعني الناس بداو كيخرجوا بداو كيلتحقوا بالعمل ديالهم. يعني الحياة كترجع تدريجيا لما كانت عليه. ما شاء الله كاين الشتيوة ديال الخير، نتمنى الله عز وجل انه يرفع علينا هذا الوباء ونرجعوا للحياة الطبيعية. المشاهدين انتما كيف ما كتشوفوا فراه كاين شويه الزحام والطريق عامره. هذا شارع مقداد الحريزي، يعني ما بين مكانسة طريق مديونة مقاطعة سباتة، يعني يقولوا تقريبا سباتة شارع مقداد الحريزي. اذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا فراه كاين الزحام بزاف، يعني اليوم الاثنين كاين الزحام، يعني بداو الناس كيخرجوا تدريجيا غنرجعوا للزحام وهذا. فكنتمنى الله عز وجل انه يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله في اقرب وقت. كاين زحام في الطريق، هانتوما غادي تعيشوا معنا الاجواء. كاين زحام بزاف، يعني الناس خارجين. الشتا تبارك الله راه بدات كتصب.
إذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا راه كاين زحام اليوم سبات شارع مقداد الحريزي هو هذا دابا في سباتة مشاهدينا كيف ما كتشوفوا في الحياة تعود تدريجيا في المغرب الزحام كاين ما شاء الله الطريق راه عامرة يعني يلا كنزيدو خطوة كنوقفو كنزيدو خطوة كنوقفو